تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام إلى جولة اقتصادية جديدة من السوق الأسبوعي. أهلا بك حسن. مرحبا هاجر، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. في جولتنا هذه من السوق الأسبوعي نتابع: مجلس الأمة الكويتي يوافق بالإجماع على تعديلات قانون هيئة أسواق المال بهدف تنظيمها وتنشيطها. البورصة المصرية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع رغم إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون ضريبة أرباح البورصة. ومن عناوين هذه الجولة: في معرض برمنغهام للإلكترونيات استخدامات عديدة للطائرات بدون طيار وتطور ملحوظ للهواتف المشحونة لاسلكية. السلام عليكم. إلى التفاصيل من أنباء الأسبوع المنقضي: موافقة البرلمان الكويتي بالإجماع على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بهيئة أسواق المال بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية وتنمية أسواق المال وتوفير حماية للمتعاملين. ويرى مستثمرون وخبراء أن تعديل القانون خطوة في طريق طويل لتحسين أوضاع البورصة، لكنه لن يكون كافيا وحده لإنقاذها من الهبوط المستمر الذي منيت به منذ الأزمة العالمية. صادق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع وبشكل نهائي على تعديلات بعض مواد قانون هيئة أسواق المال، والتي كان يعتبرها كثيرون في بورصة الكويت قيودا على عمليات التداول والاستحواذ، وأدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية. ومن أهم المواد التي شملتها التعديلات المادة 122 المتعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في تداولات وهمية، حيث أكدت التعديلات ضرورة وجود العمد في هذه التداولات حتى يتم إيقاع العقوبة على المخالف. في إجماع بين الحكومة والمجلس. أهداف هذه التعديلات أن يتم تطوير عمل البورصة ولخلق بيئة استثمارية ملائمة ومناسبة و جذابة تجذب الاستثمارات وسوقنا المحلي. وتعاقب المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100,000 دينار. وشكلت هذه المادة مع غيرها من مواد القانون التي تهدف لتحقيق الشفافية في التداولات وحماية مصالح صغار المستثمرين عقبات أمام المضاربين الذين اعتادوا على العمل دون حسيب ولا رقيب. نحن لم نعدل فقط قوانين تتكلم عن تحويل للنيابة أو غيره، عدلنا المواد اللي تعطي الهيئة مجموعة من الأدوات الجديدة التي تستطيع أن تنعش السوق من خلالها. ويتوقع المحللون أن يكون أثر التعديل الجديد إيجابيا على البورصة، حيث تتوقف إحالة هيئة أسواق المال للمتداولين إلى النيابة إلا بعد التيقن من المخالفة. وفي مصر أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بفرض ضريبة على أرباح الأسهم، وذلك على غير رغبة المتعاملين الذين كانوا يمنون أنفسهم بإلغائها أو تعديلها. ومع ذلك فإن الأسواق أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع، ورغم إلا أن معدلات التداول كانت منخفضة وتسببت في قلق المستثمرين. تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والذي شهد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب البورصة، فيما ربح رأس مالها السوقي نحو 1,600,000,000 جنيه. وقفز المؤشر EGX30 بثبات خلال الجلسات، لكن المتعاملين ما زالوا قلقين بشأن معدلات التداول التي لا تزال منخفضة عن المعدل المأمول. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 1.9%، وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 ليتراجع بنسبة 1.3%. حجم التداول هو الشيء المؤثر في الجلسة. حجم التداول يعتبر ضعيف جدا مع بيع الأجانب والعرب
في الوقت المصريين ومؤسسات هم اللي بيشتروا، الا ان في ارتفاع، بس احنا هنرجع تاني ونقول نفس الكلام ان الارتفاع مع احجام تداول ضعيفه ما بيقدرش يخلي البورصه تصمد وترتفع بشكل واضح، لازم يكون في احجام تداول قوية أو متوسطة على الأقل. وكانت البورصة قد بددت خسائرها بعد إعلان وزير المالية هاني قدري دميان إقرار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، لتتبدد آمال المتعاملين بإلغاء الضريبة أو تعديلها. ووسط تهافت المصريين على البيع، كان هناك إقبال من المستثمرين الأجانب على الشراء لاقتناص صفقات دسمة بأسعار رخيصة، مما ساعد السوق على استعادة توازنها والتحول للصعود، ليستقر المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوياته السابقة بنهاية الأسبوع السابق. وللوقوف على أحوال البورصة المصرية وبعض البورصات الخليجية، سعدنا أن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ عيسى فتحي خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ عيسى. طبعا دعنا نبدأ من حيث انتهى التقرير. البورصة المصرية فيها ارتفاع، ولكن هذا الارتفاع نشوف بالقلق والحذر نتيجة أحجام التداول. هذه الأحجام كانت منخفضة، برأيك ما أسباب ذلك؟ يعني اتفق طبعا مع ما انتهى اليه التقرير وحيثياته، لكن هو في الاخر نقدر نقول انه واضح انه المسؤولين عن شؤون الماليه في مصر يفتقرون الى الرؤيه او حس الاقتصاد السياسي عندما يتعاملون مع الامور. نعم. مستثمرون اصابهم الاحباط، خاصه بعد انه ما ظهر قانون الاستثمار وخفض الضرائب بنسبه 25% من 30% ل 22.5%، ثم تلاه بعد ذلك تخفيضات على الضرائب والجمارك في المنطقة الحرة ببورسعيد، بالإضافة إلى مزايا للزائرين للمدينة زودوا فيها المزايا الجمركية بالنسبة للزائرين. كان متوقعا أن يمتد ذلك إلى البورصة على اعتبار أن المستثمرين بها يتحملون مخاطر عالية، خاصة أنه الودائع في مصر وتعطي نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم، 12% على الوديعة ليس عليها ضرائب، لا تتعرض للضرائب. فإذا كنت النهاردة مسؤول بتبيع سلعة معينة ما كانش سعرها ينافس، مش هتعرضها. إذا كان سعر الضريبة على خدمة من الخدمات وهي البورصة تلاقيها ناحية تانية فيها هذا الأمر، فيها ميزة، طب ما في الاخر الناس هتهرب للمكان اللي فيه ميزه وبلا مخاطر وبلا وجع دماغ. طبعا علاوه على انه الوزير في عشيه اصدار هذه اللائحه وضع فيها بذور الغائها باعترافه بان بها ازدواج ضريبي، وان كان يقول محدود القانون، ما يعرفش محدود او متسع، يعرف انه قانوني او غير قانوني. لانه النهارده انت بتفرض ضريبه على التوزيعات في مرحله، على الارباح في مرحله، بعدين ترجع تفرض على التوزيعات، وكانك تفصل بين الشركه والمساهمين رغم ان هم المساهمين هم اصحاب الشركه. هذا الازدواج الضريبي يا استاذ عيسى يعني معناه انه القانون غير دستوري وربما يعني غير قانوني. غير قانوني. يعني. نعم. الحاجه الثانيه ضريبه الارباح الراسماليه اللي هو مفروضه، ما فيش ادراك لخطورتها، خاصه انت بورصتك مفروض بتنافس مع بورصات اخرى في الاقليم، لا تتعرض لمثل هذه الضريبه. وبعدين هو مش مدرك، ما اراش من اول يناير لغايه دلوقتي حجم خروج الاجانب من السوق، في اكتر من 500 مليار جنيه خرج من السوق حتى الان، وما بصش على الاحتياط النقدي نزل باكتر من 200 مليون دولار في نهايه مارس مقارنه بفبراير، ممكن تكون استثمارات محفظه اللي خرجت. لما بينزل حجم التداول، انت النهارده ضريبة الأرباح الرأسمالية مرهونة بما يتم تداوله وليس بحجم رأس المال السوق للسوق. يعني النهاردة لو كل الناس توقفت عن التعامل لن يحصل على ضريبة. وبالتالي عليه أنه يحضر قدرات كبار المتعاملين. لأنه في أمريكا نفسها بيتم التحايل على قانون الضرائب في ديسمبر من كل عام. يذهب المستثمر إلى محاسبه يقول له بيع بكذا بخسارة. يقوم بدل ما يدفع 30% يدفع 12-15%. للتهرب من الضريبة. اللي هو في الاخر بيتعامل قانوني، مش انت بتحاسبني على الارباح اديني خسرت. فالنهارده المتعامل، خاصه انه كمان وزير الماليه اتكلم كلام لم ياتي به القانون اصلا الا المفروض انه معيب، يقول لك بيفرق ما بين اللي بيشتغل لغايه 5 مليون واللي فوق ال 5 مليون، جابها منين مانيش عارف، لانه بيقول لك مش معقول اللي بيشتغل ب 30 مليون ده شخص طبيعي مجنون يعني.
فما احناش عارفين يعني هو في الاخر انا اسمي فلان بشتغل بمليار بنص مليار، فانا شخص طبيعي. كيف تتعامل مع ان خرجت من المله بتاعت الاشخاص الى مله المؤسسات؟ طب يعني من المفترض ان تنشط الحكومه في هذا التوقيت مثل هذه الاستثمارات وتنشط التداول بتقليل الالتزامات والضرائب وليس بزيادتها. ما الذي إذن من وجهة نظرك دفعها إلى أن تتخذ هذه الخطوة العكسية في ذلك التوقيت؟ أنا بتصور أنه ليست وزارة المالية بس من هي تمثل قدر من الأعشاب الخطر على الحديقة التي يسعى إليها الرئيس في بنائها. في وزارة الاستثمار أيضا، يعني قانون الاستثمار فيه أمور معيبة جدا تهدد التوازن الاجتماعي في مصر، وده يعني مش هيبقى مكانه في هذه الحلقة، لكن هتبين برضو التفكك الوزاري، التخبط في اتخاذ القرارات، وانه ما فيش حد بيحاسب. يعني يكتم ما اقول لك ان رئيس الوزراء دائما يتكلم على انه الرئيس يصيب كذا او يطلب كذا وهو لا يملك رؤية، وبالتالي واضح انه لا يملك السيطرة على الوزارات اللي هو بيديرها. فبالتالي وزير المالية النهاردة بيطلع بيتكلم ويطلع ويتعلم بلغة فيها نوع من التحدي والاستعلاء، رغم ان في الاخر هو بينسى أن مرتبه بياخده من هؤلاء الذين يستعلي عليهم. يعني نريد أن ننتقل للبورصة الخليجية، دعنا نبدأها من التقرير والبورصة الكويتية. البورصة الكويتية أجرت بعض التعديلات على القوانين، هذا التعديل في قانون هيئة سوق المال من شأنه أن ينعش أو على أمل أن ينعش السوق التي منيت بالانخفاض والإحباطات المستمرة منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008. من وجهة نظرك خبير اقتصادي، هل ترى أنها ستنعش، ستكون مع السوق في اتجاه الصعود أم العكس؟ أسواق المال بتتحرك بجانبي العرض والطلب، أسهم المدرجة قد إيه، وبالتالي ممكن تقدر تتوقع حجم الطلب اللي ممكن ينشأ عليها. إذا زادت الإدراجات المميزة للسوق أكيد هتستحث طلبات إنها تقبل إلى السوق، زي ما حصل في مصر مع المصرية للاتصالات وبعض الشركات أدت العملية نقلة نوعية في حجم التداول في البورصة المصرية. هذه الخطوة أعتقد أنها خطوة مهمة جدا، صحيح زي ما قالوا ليست كافية، لكنها تمثل شرطا ضروريا لعدم تخويف المتعاملين. لأنه أسوأ حاجة أن تضعي للموظف أو البيروقراطي سلطة تقديرية في إيده. كان الأول بيتكلم عن تلاعبات وهمية ويسكت، فأنا ممكن النهاردة أعتبر حتى لو واحد قال لواحد سلام عليكم إنه بيعمل حاجة وهمية، نعم ده سلام مش من قلبه يعني كده. لكن لما أقول له عمدا يبقى هنا هتبقى البينة على من ادعى، إذا كنت ترى أنني أتلاعب ما هو دليلك، خاصة إن دلوقتي التكنولوجيا بقت توفر برامج تستطيع أنها تكتشف العمليات اللي ممكن تحيط بها شبهات، ممكن يقيم بقى عليها دليل، فلازم أقدم دليل مستندي وليس دليل من وجه استنتاجي. فهنا اعتقد ده مهم جدا، خاصه ان العقوبه قد مغلظه 5 سنوات وغرامه تصل 100,000 دينار اي ما يعادل اكثر من 2.5 مليون جنيه مصري. فطبعا ممكن ده يخوف ناس كتير، خاصه ان الاسواق مفتوحه، يعني يقدر يعمل في البورصه الامريكيه، في البورصه القطريه، في البورصه الاماراتيه، فعنده مجالات اخرى يقدر يزهر. يعني التعمد اذا او شرط التعمد في هذا القانون في هذا التعديل يعطي مزيدا من الطمانينه للمستثمر ليضارب في البورصه الكويتيه ويدخل وهو مطمئن. طيب اذا ماذا ايضا ينقص البورصه الكويتيه بخلاف ذلك لتنتشل من عثراتها المتتاليه على مدار السنوات الماضيه؟ يعني كنت قلت في البدايه عرض الاوراق الماليه لازم يزيد عن كده. نمرة 2 لازم يبقى في ادوات توازن السوق، بمعنى انها تزود السيوله فيه زي صناع السوق. البورصه الكويتيه تفتقر لصناع السوق اللي هم ممكن يتيحوا الاوراق الماليه في اي وقت بكميات اللي عايزها السوق، ويشتروا اي كميات بيعرضها السوق مع اللعب على فروق اسعار زي عمليه سعر الصرف كده، في سعر شراء وفي سعر بيع، ببيع لك اي كميه بهذا السعر وبشتري منك اي كميه بسعر ثاني بحطه. هذا كبار المستثمرين في السوق تقصد؟ لا، في صناع سوق بياخدوا رخصه، صناع سوق نعم ده شغلتنا، انا ماسك القطاع ده او السهم ده او المؤشر ده. فزي شركه المؤشرات في مصر مثلا عملوا لها صانع سوق عشان خاطر هو يشتري في الاسهم بنفس اوزان الاسهم في الايه في المؤشر. نعم، هناك قانون هو القانون تحديدا 122 في الماده 122 حدثت عليه تعديلات او تغيير ايجابي، يعني يقول البعض انه ايجابي للتداولات، هل ترى ان ذلك سيكون يصب في مصلحه التداولات ام شماعه اخرى يعلق عليها الاخرون اسباب انهيار البورصه؟
هو لا شك انه يعني مش هنقول شبع، لكن نقول هو كان سبب من ضمن اسباب يعني كان ادى الى التراجعات اللي حصلت في البورصة الكويتية. لكن لا ننسى انه الكويت كدولة يمكن تختلف عن دول الخليج اللي فيها الوضع السياسي فيه قدر من الفوضى احيانا. دايما مجلس امة بتحل، حكومة بتتحل، استجوابات في نوع من المناطحات ضمان البرلمان والسلطة التنفيذية، كل دي كلها بتؤثر على الاطار العام للاقتصاد في البلد نفسها، فبيخلي